السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
وانفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير
Ya bunayya innaha فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali itu para rabu, bidaika pawasan tembang ayat-ayat suci Al-Quran. Para bater, saya mau setajukan seberang maki sami-sami kole pahala dari ajunan yang pun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara setajukan kika dinto pawasan salatu nabi, salawat juga dilanjutkan sarang pemohsan salawat bilqiyam. Silakan tu abdi ne atau ridik setuju tanteretan majlis salawat dah bawiyah kung budah.